السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ هذا فيديو جديد سأقوم بالتعليق على بعض الصور. كما ترون هذه صور للممثلة الأمريكية مارلين مونرو. أعتذر إن كانت الصورة خادشة للحياء قليلا، لكن هنا نقرأ في هذا الكتاب الذي تمسكه في يديها رواية جيمس جويس بعنوان يوليسيس أو عوليس بالعربي. يعني هذه الرواية للكاتب الأيرلندي جيمس جويس، كما قلت هي تعتبر من أعقد الروايات التي كتبت في الأدب أنذاك. وحاليا إذا اشتريت هذه الرواية وقرأتها ستجد من الصعب جدا أن تفهمها، رواية معقدة جدا وغير ممتعة إطلاقا. وإذا بحثت في صور مارلين مونرو ستجد أن لديها صور عديدة وهي تمسك بكتاب أو رواية أو أي شيء يتعلق بالكتب، فهي دائما تحاول إظهار نفسها أنها فتاة مثقفة، فتاة يعني تهتم بالأدب وتهتم بالثقافة بشكل عام. لماذا؟ لأن في تلك الحقبة يعني مارلين مونرو يعني انتشرت عنها شائعات وكلام بأنها فقط هي فتاة جميلة وتستغل الجسد ديالها من أجل الشهرة ومن أجل يعني التمثيل والنجاح. يعني هي فتاة، يعني يقال عنها أنها فتاة فقط غبية كباقي الفتيات الجميلات أنذاك، يعني الشقراوات. وهذا الأمر ضايقها جدا، فدائما نجد أنها تقوم بتصوير نفسها على أساس أنها تقرأ روايات ومهتمة بالأدب ومهتمة بالعلم وأشياء من هذا القبيل. لكن صراحة انطلاقا من نظرات أعتقد إن قلت هذا الكلام انطلاقا من نظرات أو عيون مارلين مونرو، سنجد أنها لم تفهم ولم تفقه أي شيء من هذه الرواية. يعني اختيارها لهذا الكتاب كان غلط. يعني الرواية تعتبر من أعقد وأعقد الروايات على مر التاريخ في الأدب بصفة عامة لجيمس جويس. بإمكانك صديقي أن تتأكد من هذه المعلومة في أي مكان، يعني أبحث عنها ستجد أن كلامي صحيح. شوفوا شيء صورة أخرى. هذا الرجل يعني من الوهلة الأولى إذا شفتي التصويرة غادي تقول بأنه فقط إنسان عادي أو إنسان بدوي يمشي في الصحراء أو أنها لقطة من فيلم لكومبارس. لكن صديقي هذا يعتبر من أهم مخرجين وشعراء إيطاليا فترة الستينات والسبعينات كذلك، هو بازوليني. بيير باولو بازوليني هو مخرج إيطالي وشاعر كذلك. في هذه القناة ستجد العديد من القصائد مترجمة لهذا الكاتب. هذه الصورة التقطت في ورزازات في المغرب حينما كان يقوم بتصوير فيلم، وبعدها بشهور قليلة توفي في حادثة مأساوية أنذاك. يعني بدون دخول في التفاصيل بإمكانك صديقي أن تكتب بازوليني في جوجل وشوف يعني كيف مات، وكانت ضجة أنذاك لأنه يقال بأنه قتل. يعني وجدوا على الشاطئ قام شخص بداسي بالسيارة، وحياة بازوليني يعني مليئة بالإطارة، يعني مليئة بالغموض يعني كشخص. فبازوليني أنذاك يعني في الثمانينات على ما أعتقد أو الستين، لا أعلم بالضبط التاريخ، لكن هو قام بتصوير في بداية تصوير فيلم في المغرب أنذاك، لكن لم يكمله، ذهب إلى إيطاليا ووقعت حادثة أنذاك ثم توفي وانتهى، يعني الفيلم لم يكمل. ويوجد كذلك فيلم مغربي تناول هذه القصة، فيلم سينمائي مغربي تناول هذه القصة بالضبط وهي قصة حقيقية، الفيلم بعنوان في انتظار بازوليني
ونطوندون بازوليني للمخرج المغربي داود ولاد السيد الذي فاز بجائزة أحسن فيلم عربي بمهرجان القاهرة الدولي 2007. أنا شاهدت هذا الفيلم، يعني فعلا هذا الفيلم يعتبر من أحسن الأفلام آنذاك. أنصح أي شاب أو أي شخص، يعني سواء كان مغربي أو كان يعني مهتم، يعني هذا فيلم هادف، يعني يتناول قصة حقيقية آنذاك. يعني بازويني حينما أتى إلى المغرب يعني اشتغلوا مع كومباس كثير في وزازات، اشتغلوا مع طاقم تقني مغربي آنذاك، وفجأة للأسف توفي والإنتاج الإيطالي أوقف الفيلم. فماذا حصل بعدها؟ حصل أن الناس المغاربة اللي مثلوا معاه ديك الساعة تخربق ليهم البلان، يعني ما عرفوش شنو يعني يديروا مازال، واش الفيلم يتصور يكملوه، واش هادي تخلصوا ولا ما هاديش يتخلصوا. يعني كانت أزمة آنذاك بين المغرب وإيطاليا. إذا كنت مهتم بهذا الموضوع أنصحك بمشاهدة هذا الفيلم، هو موجود على اليوتيوب، يعني في انتظار بازولين، من بطولة البسطاوي الله يرحمه، مجد على ما أعتقد، وتهته على ما أعتقد، أنا لا أتذكر الأسماء كثيرا، أو صورة أخرى، صورة هذه الكواليس. يعني يحكي عن بطل القصة اللي هو مجد. كومبارس التقى ببازوليني، عرض عليه أن يشتغل في الفيلم وما إلى ذلك. فقط يعني كملاحظة صغيرة، أنا شاهدت بعض الأفلام لبازوليني، شاهدت له تقريبا 3 أفلام، أفلامه صادمة للمشاهد خصوصا المشاهد التقليدي، يعني أفلامه غير ممتعة إطلاقا، مليئة بالمشاهد الجنسية الغير المريحة يعني العنيفة، وعنده أفكار يعني صادمة للجمهور. يعني يتناول في السينما ديالو، يتناول مواضيع السياسة، الدين، الأساطير الإغريقية كذلك، عنده فيلم يتناول هذه القصة، ميديا على ما أعتقد. يعني أسماء الأفلام هذا الرجل سأضعها في صندوق الوصف إن كنت مهتم صديقي، هي موجودة ومترجمة بالعربية. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme le savoir-vivre, la moralité, l'intelligence et l'élégance. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. المقولة يعني تقول بأن توجد بعض الأشياء لا يمكن للمال أن يشتريها، لا يمكنك أن تشتريها بالمال، مثل le savoir-vivre يعني فن العيش، الأخلاق، الذكاء، والأناقة. ليليغونس، الأناقة يعني ليس فقط في اللباس، حتى في طريقة التعامل، طريقة الكلام، المشي، آداب الأكل، كل هذه الأشياء يعني مندرجة في ليليغونس، في الأناقة. يعني المال لا يستطيع أن يشتري هذه الأشياء، بل هي تربية أو تعلم، مثل الذكاء، لا يمكنك أن تشتري الذكاء، لا يمكنك أن تشتري الأخلاق، لا يمكنك أن تشتري بالمال الاستمتاع بالحياة بتفاصيلها الصغيرة والبسيطة، يعني فن العيش. هذا كاتب إيطالي روائي اسمه ألبرتو مورافيا. الكاتب يعني يعتبر من أجمل كتاب الإيطالي، يعني من الرواية ديالو سهلة القراءة، ومواضيع ديالو سهلة كذلك، يعني ليست
ومتوافرة في المكتبات، يعني العديد من كتب هذا الرجل متوافرة عندنا في المكتبات، بإمكانك أن تقرأ له. يقول هنا: pour gagner de l'argent il faut un don mais pour le dépenser il faut une culture. Pour gagner de l'argent il faut un don. هذه المقولة مفادها أنه إذا أردت أن تكسب المال أو أن تربح المال يجب عليك أن تتصدق أو أن تعطي، أن تبذل مجهود مثلا أو أن تنفق مالك من أجل كسب المال. لكن إذا أردت أن تنفق هذا المال فمن اللازم أن تكون لديك ثقافة إنفاق المال. Mais pour le dépenser, il faut une culture. لكي تكسب المال يجب عليك أن تنفق، أن تتصدق. لكن لكي تنفق هذا المال يجب عليك أن تكون لديك ثقافة إنفاق المال. ألا تكون شخص مبذر ينفق يمينا ويسارا ويشتري أي شيء، تبذير يعني. لكي لا تكون شخص إنسان مبذر يجب أن تكون إنسان ذو ثقافة عالية، يعني تعرف فين تحط فلوسك. هذه صورة للكاتب المغربي الشهير محمد شكري هنا على اليمين، غالبا هنا في مقهى، جالسين في مقهى مع أحد مع بعض الأصدقاء. نعم، محمد شكري يعتبر من أهم الكتاب المغاربة على مر تاريخ المغرب كله. إذا أنا شخصيا أعتبر هذا رأيي الشخصي، أعتبر أن محمد شكري من أهم ما أنجب المغرب من الكتاب. يعني هذه صورة نادرة، يعني هو في فترة شبابه عاش الفقر وعاش الجوع والتشرد واليتم، عاش الهجرة وعاش كان أمي دخل السجن، ثم تعلم الكتابة ثم أصبح مدرس للغة العربية وبدأ بكتابة رواياته الشهيرة الخبز الحافي، أشهر رواية آنذاك ولا زالت إلى الآن هي الخبز الحافي. التقى آنذاك بالطاهر بن جلون الكاتب المغربي، وهو الذي قام بترجمة هذه الرواية إلى الفرنسية، إلى اللغة الفرنسية. ثم في مدينة طنجة التقى مجموعة من الشعراء والكتاب الأمريكان آنذاك، من بينهم بول بولز، والتقى كذلك بسيرجي جينسبورغ، التقى بويليام إسبوروز. هذو كلهم كتاب أمريكان كانوا يأتون إلى طنجة، يعني غالبا من أجل الحشيش أو من أجل الحشيش الموجود في طنجة. كانت محطة هامة لأي فنان، ملتقى يعني ملتقى دولي لأي فنان ولأي شخص، أنا آسف على هذا المصطلح، لأي شخص يعني عربيد، عارف هذا المصطلح العربدة، يعني شخص سكير والشخص الذي يدخن الحشيش والذي البوهيميين، يمكن أن نقول أشخاص البوهيميين. طنجة آنذاك فترة الأربعينات والخمسينات كانت شيء آخر مختلف تماما. محمد شكري آنذاك كان يلتقي بالكتاب العالميين في جميع أنحاء العالم يأتون إلى طنجة، من بينهم بول بولز والذي قام بترجمة روايته إلى الإنجليزية فور بريد ألون.
لا أحد يولد كما يريد أن يولد، إنهم يلدونه كما يريدونهم. وحين يجد نفسه قادرا على التفكير في وجوده، يكونون قد حكموا عليه بالحياة التي عليه أن يقبلها أو يرفضها بوسائله الخاصة. الإنسان هو الإنسان، ولا يهم ابن من هو. لا أحد يولد كما يريد أن يولد. أنا فكرتني هذه المقولة يعني بمقولة للكاتب علي الواضي العراقي، قال يعني في مقولة بأن الإنسان ابن بيئته. يعني الإنسان حينما يولد في بيئة نقية، بيئة غنية فيها ثقافة وتربية وإلى ما إلى ذلك من الأشياء الإيجابية الجميلة، فهو يتعرف في ذلك النظام وفي تلك البيئة، ويصبح تماما نسخة طبق الأصل لتلك البيئة. أصبح شخص جميل، مثقف، منظم، عالم. لكن إذا أخذت نفس هذا الطفل أو هذا الشخص وقمت بتربيته في بيئة سلبية، بيئة فقيرة، بيئة فيها الجوع والأمراض والأمراض النفسية والجهل، فهو أكيد سيشبه بيئته، يعني سيكبر ويصبح إنسان جاهل، متخلف، فقير، يعاني من الأمراض الصحة الجسدية والنفسية. هذا ما يقصد، يعني من بين ما يقصد يعني في هذا المقول. لكن أصعب شيء صراحة أن تعيش في بيئة أنت تعلم تمام العلم يعني أنك لا تنتمي لهذه البيئة، لا تنتمي لهذا المجتمع ولهذا البلد. فخصوصا إن كنت إنسان مثقف وتعيش في أمة جاهلة، أمة متعصبة للرأي، أمة يعني لا تحترم العالم ولا تحترم المفكر ولا تحترم أي شيء، من الصعب جدا أن تعيش يعني في تلك الظروف. هذه مقولة أخرى لألبرتو مورافيا، يقول Il est plus difficile de ne pas jalouser un ami heureux que d'être généreux envers un ami dont le malheur. يعني ما فاد هذه المقولة أنه من الصعب جدا أن لا تكون أن لا تشعر بالغيرة تجاه شخص سعيد، صديق سعيد. حينما يكون عندك صديق سعيد في حياته فرحان، فأنت غالبا تحسده، تحسد أو تشعر بالغيرة لأنه سعيد أكثر منك، يحس بالفرح أكثر منك. يعني هذا نوع من الحسد كذلك، يعني يوجد بعض النوع من الناس يحسدونك على أتفه الأسباب وعلى أبسط الأشياء. يعني ممكن أن يحسدك لأنك جميل، لأنك يعني سعيد بحياتك، لأنك تضحك دائما وبشوش، يعني يحسدونك على مثل هذه الأشياء. لكن حينما يكون هذا الصديق أو هذا الشخص إنسان تعيس وبائس ويعيش حالة مزرية مثلا، أو وقع في مصيبة معينة، فأنت دائما تريد أن تبين له أنك إنسان جينيرو، يعني إنسان كريم ومعطاء، وتريد يعني أن تساعده، يعني كتسامباتيزي معه، يعني تتعاطف مع هذا الشخص. لكن حينما يكون في كامل قواه الصحية يعني النفسية وسعيد بحياته وبأموره غادية مزيان، فأنت تحسدها آنذاك. يعني هذا هو تناقض البشر، يعني هذه الأشياء نعيشها يوميا أصدقائي. يعني الناس حينما تكون في حالة سلبية، حياتك سلبية، مريض وبائس وتعيس،
الناس آنذاك يحبونك ويتعاطفون معك ويبينون أنهم كرماء، يريدون أن يساعدوك، أن يقدموا يد المساعدة، يعني يتعاطفون، تكون محبوب عندهم آنذاك. لكن حينما تكون إن شخص قوي وسعيد في حياتك وعندك صحتك يعني البدنية والنفسية، آنذاك يحسدونك، يعني يحسدونك على الأشياء. يعني شيء غريب، يعني الإنسان الإنسان كائن غريب، الإنسان كائن غريب. هذا ألبرتو مورافيا. غالبا أبطال ألبرتو مورافيا يكونون نساء، يعني جميع الروايات تقريبا اللي كتب هذا الروائي أبطالها عبارة عن نساء، تماما مثل الكاتب ستيفن زفايك، ستيفن زفاين على ما أعتقد اسمه، صاحب رواية لاعب الشطرنج و 24 ساعة لامرأة غالبا، أو التحول، عنده رواية اسمها التحول. جميع أبطال روايتي تكون البطلة هي فتاة، حتى ألبرتو مورافيا نفس الأسلوب، يعني عنده رواية اسمها امرأة من روما، عنده رواية أخرى يعني قصة صغيرة اسمها الهوان، امرأتان، دائما تجد المرأة هي البطلة. يعني أنا قرأت لها صراحة رواية واحدة زمان اسمها بالفرنسية لو ميبري، يعني الإهانة على ما أعتقد، لا أعلم بالضبط حسب المترجم شنو اسمها لو ميبري، يعني روايته موجودة جدا وبكثرة في المكتبات. دا هنري ميلر. If there is to be any peace, it will come through being not having. صراحة أنا أحب أن أقرأ لهنري ميلر حينما أكون يعني خلاص، يعني ما عنديش طاقة لأن أقرأ لأي روائي آخر أو أي كتاب. حينما أدخل في مرحلة يعني الفتور ولا أريد أن أقرأ وليس لدي أي طاقة، هنري ميلر أفضل علاج وأفضل دواء. يعني هو كاتب يكتب، يعني قلمه ينساب بسهولة على الوراق، يتكلم عن أي شيء يخطر على بالك تكلم عن هذا الرجل. من 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 أفضل الروائيين اللي قريت لهم في حياتي على الإطلاق. كتبه كانت ممنوعة آنذاك في العرض و إلى آخره. تحس به كذلك ولو أنه أمريكي وعربيد كذلك وعاش كذلك التشرد و إلى ذلك، تحس أنه عنده نزعة صوفية في كتابته، عنده نزعة صوفية، نزعة روحية. يعني إذا لم تقرأ لهذا الكاتب أنصحك أن تقرأ له مضاد السرطان أو ربيع أسود، وتقرأ كذلك مضاد الجدي، هذه ثلاثية يعني كتبها. أو أنصحك أن تقرأ فقط كتاب له يعني من هذه الثلاثة، لا تقرأ الكل، يعني فقط، لأن غالبا ستجد أنه يكرر نفس الكلام أو نفس مواضيع في بعض الكتب. If there is to be any peace, it will come through being not having. فعلا يعني إذا لم تكن عندك أي شيء، يعني لا تمتلك أي شيء يعني في حياتك، شيء مادي، فأنت غالبا تكون في سلام مع ذاتك أولا، وفي سلام مع الآخرين لأنهم لا يتنازعون معك حول الأشياء التي تمتلكها. يعني لا تماما مثل المقولة السابقة، الناس ما كيحسدوكش ديك الساعة، يعني حيت ما عندك والو، بنادم كيعطيك الشبر ديال التيسة حيت ما عندك والو، ديك الساعة كتعيش بيس مع راسك، حيت تبعد عليك واحد كم عدد هائل من المنافقين، حيتيهم في حياتك بعد تهنيتي منهم.
قلنا هذا نهاية الفيديو. شو باقي واش كاين؟ شو لا باقي؟ هذه في مرحلة معينة كلنا مجرد عقاب في حياة البعض. فعلا ممكن اتفق معاه. هذا أفضل ميلر، ليس هنري ميلر، هذا شخص آخر، يعني كاتب آخر. يقول أن في مرحلة معينة كلنا مجرد عقاب في حياة البعض، وهم كذلك نفس الشيء، هم عقاب في حياتنا كذلك. يعني هذه وجهة نظر جميلة. يعني أحيانا نلتقي بأناس ونكون عقاب لهم، أو تجربة في حياتهم، نعطيهم دروس وهم كذلك يعطونا دروس ويعاقبوننا على أخطائنا السابقة، الكارما كما يقال. هذه مقولة صعب أن يبتلي الإنسان. يعني هنري ميلر: الشيء الوحيد الذي لا نكتفي منه أبدا هو الحب، والشيء الوحيد الذي لا نعطي كفاية أبدا هو الحب. لأن يعني كل شخص ينتظر من الطرف الآخر أن يعطيه الحب، لا أحد يبادر أن يعطي. يعني أصبح الحب عبارة عن صفقة تجارية، يعني صفقة تبادلية، أعطيني الحب وأعطيك أنا في المقابل الحب كذلك. إذا لم تعطيني الحب خلاص، باي باي، بالسلام عليك يا ألف ألف حبيب وألف صديق. يس 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 يور رايت. كانت هذه اخر، يعني اخر فيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.